خير يا حبايبي، النهارده هعمل صدق اسكندراني. ازاي بيتعمل؟ معايا ربع صدق، معايا ترانشات طماطم صغيره، معايا بصلايه، فلفل ترانشات صغيره، معايا التوابل بتاعتي فلفل اسود وثوم وكمون وملح. اول حاجه هعملها احط معلقه زيت صغيره. كده كده الصدق بينزل الزيت بتاعه او السمنه بتاعته، فانا هحط معلقه صغيره. هطلع الصدق هوريكم الخطوة التانية هتبقى ازاي. انا طلعت الصدق بتاعي، هنزل بقى بالثوم في نفس الطاسة اللي انا عملت فيها شوحت فيها الصدق. هشوح الثوم كده شوية، ثوم بس اللي يجي لون اصفر كده بسيط، وهنزل بالطماطم. هسيبها تستوى شوية. هنزل بالتوابل بتاعتي، بالفلفل الاسود والملح والكمون، هقلب. هنزل البصل بتاعي، بصلاية واحدة ممكن تستغني عنها مفيش أي مشكلة، واسيبها تستوى شوية مع الطماطم تشرب معاها شوية. حاجة بيها بالفلفل بتاعي، هنزل بالصدق بتاعي،
هسيبه يستبك شويه ويستوى شويه وياخد من طعم الطماطم والفلفل والبصل. كده حبايبي الصدق استوى، هنزل بقى ايه الطبق بتاعي التقديم بتاعي. دي الصدق بتاعي استوى وبالهنا والشفا، يا رب يعجبكم.